بعد مزحوا ولعبه صار حبك صحيح أصبحت مغرم عيون ومسيت قلبي طريح من بعد مزحوا ولعبه صار حبك صحيح أصبحت مغرم عيون ومسيت قلبي طريح وخجل إذا جات عيني صدفة في عينك وأصير مربوك وحاير في أمري من فرحي أبغى أطير وخجل إذا جات عيني صدفة في عينك وأصير مربوك وحاير في أمري من فرحي أبغى أطير مربوك وحاير في أمري من فرحي أبغى أطير. الله يعطيك ألف ألف عافية. الله يعافيك. الله يعافيك. إذا مشاهدي الكرام زي ما شايفين وسمعين فقرتنا فنية بنحاول نعيش فيها أجواء العيد مع ضيفنا الكريم وهو فنان شاب بدأ طريقه نحو النجومية منذ سنوات وفي واقع الأمر استطاع ونجح أنه يلفت أنظار الكثيرين من الوسط ومن خارج الوسط الفني. اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في استوديو سيدتي الفنان الشاب عبد الله عبد العزيز. أهلا وسهلا فيك. أهلا بك أختي خلود. الله يحييك وكل عام بخير. أنت بألف خير. وكل عام طبعا مشاهدين بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير إن شاء الله. بألف خير إن شاء الله. ودائما الفنانين بيكونوا بظل الظروف اللي للأسف الشديد بتكون سيئة وبشكل عام في الوطن العربي، لكن هم بيكونوا دائما شمعة بتضيء ما حولها. فأهنيكم أول شيء بهذه الجهود. ثاني شيء خلينا نتكلم الآن بالفترة الحالية، إحنا بفترة أعياد، فبالتالي يمكن أنتوا أكثر فترة شغالي فيها. أنت كيف بتقضي عيدك؟ هل هو شغل أم بتقضي بالأجواء العائلية؟ أول شيء طبعا رمضان يكون شهر قبل العيد. طبعا ما جبت معلومة جديدة أكيد. رمضان بعد العيد، فالواحد يكون طبعا أجواء رمضان الواحد يكون مقفل على نفسه كثير، يعني مهما كان سواء كان فنان أو غير فنان. فأتوقع أنه أول ما يبدأ العيد، يعني أنا صح استقبلت العيد استقبال عائلي صراحة، كنت مع العيلة وزي كذا بالعيد وليلة العيد نزلت سنجل جديد اسمه تركتهم جيتك أنا، وهو أول عمل غنائي تريو أنا والفنان إسماعيل مبارك والفنان راكان خالد، كلنا جمعنا عمل واحد اسمه تركتهم جيتك. هذا كان ليلة العيد، أنا هذه كانت تعيدتي للجمهور، وبعدها كذا عاد عيدت مع العائلة. كان سنجل ده مضمونه للعيد ولا كان أغنية رومانسية ولا كانت هي أغنية ما تتكلم عن العيد، أغنية حلوة وكلماتها حلوة بغض النظر تتكلم تركتهم جيتك، يعني ما هي خاصة بالعيد، بس حبينا نحطها كتوقيت يعني كويس، شفناها انه ليله العيد تنزل فكان شيء حلو يعني جميل، الجمهور انبسط يعني. بمناسبه الجمهور تكلمت عن نقطه مره مهمه، الجمهور. انت عندك ما شاء الله جماهيريه عاليه جدا جدا جدا، هم بيقولوا كده ما شاء الله تشهد. فالجماهيريه هذه ايش سرها؟ يعني رغم انه حضرتك لسه يعني بادئ باول سنجل، لسه بتقول مالك البوم. هذا ثالث سنجل لي انا. ثالث سنجل. طيب ايش سر، يعني في ناس بيكون لهم سنوات في الوسط وبيقدموا ما شاء الله ما عندهم هذه الجماهيريه الكبيره اللي بتتمتع فيها عبد الله. الله يسعدك. الجمهور اذا ما تواصلتي معه ما راح. انت بتتواصل مع جمهورك؟ على طول على تويتر انستغرام على الكيك، يعني اعطيهم، عايش معهم طبيعي يعني، موش انه انا خلاص فنان وانه ما راح اغير التغريد الا وانا اشوف اسم اغنيه الجديده او انه كذا. حبيت انه يكون فيه، فكان في ترابط، هذا ممكن ترابط. هو الناس بتغرد قليل يعني امثالي، بس انا بغرد لاني انا كسلانه بصراحه، مش تقول على الناس بالعكس، بس انت يعني شايف موضوع ترجع. لا اكتف انا من الموضوع، لان الجمهور برضه يعني بالنهاية هم الناس اللي يخلون بعد الله يخلون لك استمرارية، يعني عرفتي هم الناس اللي انت قاعد تغني لهم واعمالك هذه تنزل للجمهور عشان يسمعونها، فاستمراريتك مع الجمهور. فانا في ترابط يعني سبحان الله كذا، حبيت يعني الناس اوفياء بصراحة، انا اعتبرهم جمهور وفي جدا، فما راح يستلون مني الا الوفاء وانه نكون احنا مع بعض على طول، يعني اي شيء انا اكتف معهم على طول.
مفتاح نجاحك كان من مواقع التواصل الاجتماعي بالبداية كتواصل مع الناس؟ التواصل وجماهيريتك تحديدا. صح، في ناس ممكن ما نقدر نوصل لهم بأي طريقة، لكن السوشيال ميديا الحين يعني وفرت شوية عنها كثير، إنه في أحد ممكن يتواصل مع الشخص اللي يحبه، أو سواء كان فنان أو شخص عادي يعني، بس أكثر شيء الفنانين يعني، الفنانين أو أي شخصية مشهورة ممكن يتواصل مع الشخص الجمهور يعني. كيف بترد على الناس؟ كيف بتويتر يعني؟ هل يعني بدايتك يعني أكيد في ناس بيضيعوا عن الطريق الصح، فهل التواضع من ميزات النجم اللي بتوصل الفنان بسرعة لقلوب الناس؟ هل التواصل إشعار كل فرد متابع لهذا الشخص أنه صديقه الخاص؟ بالعكس، هذا هو اللي صاير معي بصراحة يعني. أنا ما خليت أنه في اوكي اوريدي يعني في أو ايوه ما خليت انه خلاص انا كتاب مفتوح قدامكم، انتوا اوريدي اصلا قد عارفين انا طلعت من برنامج ستار اكاديمي، فكان في معرفه بي اكثر، لان انا كنت 24 على 24 قدامهم. فبعد ما طلعت خلاص ما في انه شلون اتواصل معهم، قالوا كانوا يشوفوني على التي في، الحين لا، السوشيال ميديا هي اللي اختصرت يعني، خلت مسافه اقرب بيننا يعني. فانا حاولت استغلها بما انه نقدر اقدر اتواصل، اقدر انشر يومياتي، الاغاني وشغلات كثيره يعني بالسوشيال ميديا انحلت يعني كثير. اكيد اكيد. طيب كويس، ما شاء الله تبارك الله. طب احنا حابين يعني نكمل استمتاعنا ونسمع كمان اغنية. طيب اوكي، سمعكم حاجة من اغنية لي انا نزلتها، اول سجل كان لي اسمه بغني، ياريت، من كلمات الشاعر عبد اللطيف علي الشيخ والحان الأستاذ ناصر الصالح. ياريت، تفضل. يا لا لا يا لا 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 يا لا لا لا، بغني ثم غني ثم غني، وخلي ريشة العود الخيالة تقسم كل وصفي له بفني، جمال ما استحى يفرض جماله، يقول الزين ما عنه وعني، ظلال له يجي يكفي ظلاله، أجل وشلون لو إنه حضني. كلمات الشاعر عبد اللطيف علي الشيخ والحان الأستاذ ناصر الصالح. جميل، ما شاء الله تبارك الله، تعاونت مع أسماء كبيرة. هذه من ضمنها طبعا الأستاذ اللي ذكرت لك اسماهم، ومين كمان؟ وتعاونت برضو مع في سنجل ثاني كان اسمه ما يختلف مع الشاعر فيصل اليامي والحان عزوف، والسنجل الثالث كان من كلمات الشاعر يم والحان المبدع بندر سعد، وغناء الفنانين اللي أول مرة اجتمع بيهم الفنان إسماعيل مبارك وراكان خالد، غنينا اسمه توزيع هشام السكران. أكيد. طيب اتقابلت أكيد مع فنانين كبار، تكلمت مع فنانين عمالقة، أكيد كان لهم نصايح ليك وكان لهم تعليقات، كيف كان؟ إيش كان بيدور بينكم؟ إيش رأيهم فيك؟ إيش تعليقهم؟ أنا كبدايتي لازم أحتاج نصائح من الناس اللي أكبر مني والناس اللي لها خبرة أكثر يعني، طبعاً مهما وصلت المرحلة. بس حصل اجتماع معهم ولا لسه؟ في مع بوسارة الفنان عباد الجوهر طبعاً، كل التحية. التحية طبعاً. أستاذ أبو نورة طبعاً، بس كان اتصال هاتفياً يعني. كبير أكيد. أستاذ عبد الرب برضو قابلت وسلمت عليه، كنا في حفل برضو تقابلنا يعني، فكانت في سهرة كذا وغنينا سوا. الحمد لله في يعني الأستاذ غازي علي، الأستاذ علي فقندش، يعني طبعاً فنانين ناس لهم خبرة ولهم باع يعني طويل، فحاولت أستفيد بقدر الإمكان بعد ما طلعت من الناس اللي ممكن عاصرت الجيل القديم والجديد وتشوف إيش اللي صاير يعني. بما أنه أنت بيلفت نظرك أكثر الذوق الفني الجديد ولا القديم أكثر؟ هو يعني أي شيء حلو يلفتني، بس ما ننسى إنه الشيء اللي نقول مثلاً الشيء القديم هي المدرسة أصلاً كانت. فالأغاني الجديدة ما طلعت إلا من الشيء القديم يعني. فأكيد كل شيء حلو يلفتني. مين الفنانك
المفضل؟ مين الشخص اللي لما بتسمع بتقول يا ريتني اكون زي فلان في يوم من الايام؟ والله كثير كثير يعني. انا عارفه انك ما تبغى تزعل حد، بس اكيد ما حد حيزعل ابدا، لانه لا هم يعني كبار، وكل اكيد كل صحيح. فنان له مثل. مين مثلك؟ انا كنت طبعا اسمع دائما الفنان طلال مداح الله يرحمه، والابو نوره طبعا يعني فنان العرب يعني اسمع له كثير يعني، واستفيد منه طبعا، استفيد منه من الاشياء اللي قاعد يقدمها. قلت لي الاسم. الفنان محمد عبده. الفنان محمد عبده اسمع له كثير. وبرضه من الفنان اللي يعني اميل لهم اكثر ممكن يعني قريب من مودي الفنان ماجد المهندس. الله طبعا. وفي ناس اتهموني كثير ان انا اقلده او انه صوتي شبيه بصوته كثير. الانسان ما يعني الفنان ما يطيح في هذا الفخ، خصوصا اذا كان مبتدئ، انه من كثر عشقه باحد الفنانين انه ممكن يطيح بفخ التقليد او التقمص. ممكن زيادة الحب بتخليك انت توصل لمرحلة انه انت ما تدري عن نفسك بدون ما تشعر ان انت قاعد تخلد، بس بالعكس لو يقولوا لي ان انت مثلا صوتك يشبه صوت مو تقليد، صوتك يشبه صوت الفنان، انا اعتبر انه حاجة حلوة صراحة. لكن بنفس الوقت لا، انا مو قاعد اقلده ابدا، انا قاعد اغني هذا صوتي كذا طلع، ممكن في شبه، بس في النهاية اكيد انا راح امسك لي طريق خاص عشان الناس راح تسمع تقول هذا عبد الله عبد العزيز، ما تقول انه مثلا هذا فنان غيره او انه قاعد يقلد او يحاول يتقمص شخصية فنان اخر. طريقك الخاص. طيب انت كونك جبت سيرة طريقك الخاص، انت الان اكيد في اتجاه حتتوجه بالفن، يعني اكيد انت هل حتلتزم الفن الخليجي ولا حتغير، حتكون لك خط معين؟ لا ان شاء الله حتشكل. لا لازم اشكل صراحة، ما يعني في بما اني انا في بدايتي صح، بس الحين الزمن تغير، في غلطات ممكن انت يعني تتعلمين منها صراحه. يعني الواحد يتعلم، انا عن نفسي راح ابدا انوع يعني، في النهايه ما راح اقعد اغني خليجي، في جمهور عربي برضو من الدول العربيه يبغى يسمع صوتك اذا انت مثلا تجيد اللهجات حقتهم يعني، او تشوف نفسك ممكن تظهر اغنيه مثلا مصريه او لبنانيه او ايا كان. ففي اغاني الان مجدوله، في سنجل جديد اسمه العيون الممكنه برضو هذا خليجي من الحان الاستاذ عصام كمال، من كلمات ايضا الشاعر عبد اللطيف علي الشيخ، من توزيع الأستاذ وليد فايد، هذا راح ينزل إن شاء الله وممكن حيتصور بإذن الله. بإذن الله بإذن الله. طب إيش رأيك كمان نسمع؟ إحنا طماعين. طيب نسمعكم حاجة، إحنا جينا مستعجلين أغنية ممكن. أي أكيد طبعا، إحنا طبعا هذا بناء على طلب مننا ومن جمهورك. على رأسي كله. الله يسلمك. فإحنا جايين فممكن نرتب حاجة كذا على الهواء الحين على السريع. ما عاد بدل. لا ترى لا ترى لا ترى لا لا معلش نعيد، قاعدين نجيب أشياء حزينية. في لغة دائما بين الشخص اللي بيعزف العود وطبعا شاكرين تواجده وجهوده أستاذ هاني النمري، أهلا وسهلا، بين الشخص اللي بيغني، فملاحظين انه كانه في كده لينك بينك. لما نكون يعني ما احنا عارفين شو نسوي، فلازم نعطي النظره اللي هي خلاص الاغنيه تطلع مع النظره، عرفت؟ تمام تمام تمام. خش على طول. ما عاد بدري قلت لي وش تحرى، ذابت نجوم الليل من جمر لهات، ما عاد بدري وتدري العمر مرة، سرقت سنينا مننا كيف لحظات، سرقت سنينا مننا كيف لحظات، ما عاد بدري. الحب كله لو جمع عشر ذرة، واللي بقلبي لك ملايين ذرات، احساسي لك كوكب تعدى المجرة، فيه الفضا شيد لنفسه مجرات،
فيه الفضا شايت لنفسها مجرام ما عاد بدري. الله يعطيكم ألف هذه كانت ألف الهوى على طول. الله يعافيك. ما شاء الله دائما اللي بيجي كده سريع بيطلع له نكهة يوصل خاصة مختلفة. وبعدين عجبتني زي ما قلت لك قبل الأغنية، عجبتني اللغة الغير مقروء أو غير مسموع أو غير مرئية اللي بينك وبينه، ففي لغة تواصل بينك وبين العود والفرقة الموسيقية بشكل عام. أكيد صحيح. أكيد. طيب اتكلمنا على القاعدة الجماهيرية الكبيرة اللي بتتمتع فيها الحمد لله. يعني عبد الله، بس أكيد من يعني ما جات إلا بعد الشهرة، إيش تعني لك الشهرة؟ أنت طبعا في شباب بيدخلوا الوسط عشان أو بيدخلوا عالم الفن، أنا بتكلم بشكل عام صحيح. فقط للشهرة، عرفت كيف؟ وفي ناس بتدخل انه هي بتعشق ده المجال ولها حس فني موهوبه بالفطره بتحب ان هي تدخل، يعني تعدد الاسباب، لكن بالنهايه خلينا نتكلم ونركز على جزئيه الشهره. الشهره اول شيء ايش بتعني لك؟ ايش غيرت في حياتك؟ وهل بعض الاحيان كانسان اول ما يكون مشهور او يبتدئ بالشهره بيصير له حاله او حالة نفسية كده بتيجي بحياته أو بتتخبط غصبا عنه، يعني مو أنه هو يبغى. احكي لي عنك. الشهرة طبعا شيء سلاح ذو حدين. أول شيء الشهرة شيء جميل، بس أنت مثل ما قلتي في ناس تخش عشان تبغى تشتهر وخلاص، وممكن حتطير يعني. إذا تعبت على الموضوع مثلا شهرين حط عليهم شهرين ينسون الناس، إذا حط في بالنا بس يبغى يشتهر وزي كده. أنا أتكلم عن نفسي، أنا حاب الشيء، أنا حاب أني أطرب الناس. أنا يعني قعدت مع ناس أكبر مني وأعلم مني بالموسيقى وقعدت أغني من عشان أستفيد من خبراتهم وأعرف برضو مقياس أنه هل أنا عندي موهبة بالفطرة ولا لا. فالحمد لله تلاقيت يعني أشياء، يعني أجوبة كانت أعطتني دافع أكثر أن أشتغل على نفسي. وأنا حاب الموضوع، يعني من رابع ابتدائي أنا قاعد أغني. من رابع ابتدائي؟ طبعا الإذاعة المدرسية قطعتها تقطيع رايح جاي فيها، أمسكها يعني لو علي أمسك من القرآن للنشودة لهذا لين أعطيهم النشيد لهذا وأقول لهم يلا على الصفوف بدل المدير يعني. فمن رابع ابتدائي وانا اغني وحسيت انه في شيء. في احد كان بيشجعك في البيت؟ كالعاده يعني الاهل اصحابي، كنت هذول اللي قاعد اغني لهم. بس ما في الاهل عاده بيخافوا من الفن والوسط الفني، يقول لك هذا وسط شائك وهذا ضريبته عاليه. لما كبرت كذا ومشيت في الموضوع شوي اكثر، يعني من متوسطه الثانويه بديت انه خلاص سمعوا اهلي انه ممكن هذا في صوت عنده. فاللي منهم كانوا يقول ليه ما تحاول يعني ترجع للانشاد او انه تشوف الاغاني وما ادري. ما كان فيه الحمد لله انه لا تغني يعني. الحمد لله كان فيه تشجيع، يعني ما اكذب عليك. الحمد لله انا حطيت الشيء هذا هدف راسي. الشهره صح غيرت من حياتي اشياء كثيره، يعني ايش غيرت في نفسيتك؟ التزامي، التزام، مسؤوليه، صرت احسب للوقت صراحه يعني. في اشياء كثيره كنت يعني انام وقت ما ابغى، اصحى وقت. انت الان لما بتنزل بالشارع وبتمشي بتلاقي ناس اجتمعوا عليك؟ انا احيانا كنت طبعا بعد اول مره استعمل ايش عملت شرط ولا ايش سويت؟ لا لا بالعكس، هذول جمهورك يعني لو ما تصورت معهم حتتصور مني. بالعكس انا اعتبر هذا الشيء يعني عادي. بالعكس في النهايه شخص بيحبك بياخذ تذكار او بيتصور معك، ليه تمنع انه يتصور معك؟ في مره انا طلعت من بيت الساعه 12 في الليل، قلت اليوم ان شاء الله ما حد راح يشوفني ولا حد يتصور معي اليوم ولا شيء. طلعت وانا عند البيت الساعه 12 في الليل، في واحد مضيع الطريق قاعد يدور بيت واحد من اصحابه، فطالع فيه زي كذا ووقف السياره، جاء بيسالني عن انه هو وين بالضبط. طالع قال لي عبد الله عبد العزيز الفنان عبد الله. قلت ايوه عبد الله. تكفى صوره، والله عيالي يحبونك ويموتون عليك. قلت تعال حبيبي. قال لي تصدق ان انا مضيع وما ادري شلون انت جيت، يعني شلون حصلتك هنا؟ قلت يا الله 12 في الليل وهذا الضايع وعرفني. فحصلت لي مواقف كثيره صراحه، يعني في المطار، في اماكن، في الاماكن العامه خاصه. يعني في اشياء بتكون شويه مخيفه، يعني شويه مخيفه نوعا ما يعني، بس في النهايه هذا جمهور يعني محبين، انت ما تقدر تقولين لهم لا تحبوني او لا تتصوروا معي. بالنهايه عبد الله يعني الشهره اذا كانت نابعه من نجاح فهي حتستمر وان شاء الله حتستمر ان شاء الله بإذن الله. باذن الله، لانه نقدر نقول ما شاء الله تبارك الله موهبتك، صوتك جميل، في قبول من الناس ليك انت. الحمد لله هذا هو الشيء اللي بالعكس انا عن نفسي يعني ان شاء الله هذا هدف ان شاء الله راح اوصل وراح استمر ان شاء الله. ان شاء الله الشهره يعني ما صح غيرت اشياء كثيره، التزامات، امور يعني
شخصية يعني. صحيح. غصباً الواحد غصباً عنه مو إنه يتغير يعني أو تكبرت أو شفت نفسك كل شيء. أكيد أكيد. لا في أشياء يعني ما تقدر تغيرها. يعني أكيد. مع أصحابك وتنسى أهلك وزي كذا. إحنا طبعاً نتمنى لك التوفيق ونشكر تواجدكم في برنامج سيدتي ونشكر مشاهدينا الكرام على متابعتهم لحلقتنا لهذا اليوم، على أمل اللقاء بهم غداً إن شاء الله بحلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم اليومي المباشر سيدتي. لكن مشاهدينا الكرام قبل الختام خلينا ندعوكم للاستمتاع مع فنان عبد الله عبد العزيز بآخر أغنية في آخر حلقة أو آخر عفوا فقرة آخر من فقرات برنامجنا لهذا اليوم. أوكي مش. هذه برضه تحضيرية. مرت ولا حتى سمعكم حاجة الفنان يلا سريع. مرت ولا حتى تلتفت مرة، مرت عن عيني اختفت مرة، مرت ولا حتى تلتفت مرة، مرت عن عيني اختفت مرة، ما كناها في يوم 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 ضحكت لي، ولكنها في يوم 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 عرفتني. الله 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 ينبدل الأحوال، كيف الوفاء من طبعها زال، ومرت ولا حتى تلتفت، ومرت وعن عيني اختفى، مرت ما